ابدأ ايديك. كيفكم؟ قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يصلكم كل شيء جديد إلنا عندكم، وبس تابعوا الفيديو للأخير لأن الفيديو حيكون حماسي. فيديو اليوم رح يكون إنه ماما حتجيب لنا حلوة هيك يعني طويلة، يعني هيك بتيجي طويلة، وأنا وحمودي لازم نحط حتكون جاهزة هون، وأنا وحمودي لازم نحط إيدينا ورا ظهرنا، وبعدين لازم تحط أبطنهم بس الكل. 1 2 3 نبدأ ناكلها ونشوف مين حيخلصها، واللي يخلصها هو يكون الفائز والجائزة. وهلا خلينا نبدأ الفيديو. وهلا نحن جاهزين وحطينا ايدينا ورا ظهرنا، وبصراحة نحن كتير متحمسين، وبس ماما تقول لنا ابدأوا نحن حنبدأ ناخدها، وضلوا معنا للأخير لأن الفيديو هيكون حماسي. تابعوا الفيديو للأخير. حمودي فاتح تمه من هلا. يلا 1 2 ابدأ بدون ايدين حمودي. عشوش ما في ايدين. ايديكم ورا. مو بس تسحب ابتمك حمودي، كل وابلع. ما في ايدين. بدون ايدين. بدون ايدين. بدون ايدين حمودي. رجع ايديك ورا، رجع ايديك ورا. لازم تخلصيها خالص حتى من تمك. انا مليش لانه انا اخبطه بلاوة خالص. ما اتركني بالاكل لما اشرب. الما لاحظتوا شغله انه صوتي تغير لانه هي هون. انا فزت. الما الفائزه مركز الاول. خلصت معها. ثاني لا. الما اول. شو يوم حظي بجنن، انا فزت الاول. ليش؟ لانه انا شهيتي مفتوحه. هي وحده ثانيه مثلا. اوكي وهلا الجوله الثانيه. وهي الجولة الثانية، ويعني زي ما شفتوا ماما مجهزت لنا اياها. طبعا هديك الاولى كانت طعمتها حلوة، وهي يعني راح تكون كمان طعمتها حلوة. هاي طعمتها تفاح. ايه هاي مع التفاح يعني جاية. و يلا نبدأ. يلا هلا نحن حنحط ايدينا ورا ظهرنا. انا عندي مشكله مع شو حمودي. مين راح يروح هاي الجوله، انت ولا الما؟ انا صح. انتوا عارفانين انا. طيب بس تسمعون كلمه ابدا تبلشون. 1 لسه ما حكيت. لسه ما حكيت، رجعوا. انا بدي اقطع. ماما
تو حمودي ليش فاتح تمك؟ ابدا ايديك حمودي كل لا جمع تمك كل ما في ايدين ما في خش مسك من تحت لا ما لا انا شفته يلا حمودي يلا حمودي حمودي يلا عمودي شو؟ عم بسحبها يا جماعة وكلها عم تنسحب هيك يعني عم بسحبها يعني لأن جمعتوها انتو ما أكلتوها مين الفائز؟ ها؟ مين الفائز حمودي؟ مين الفائز؟ أنا تحت أمك حمود أبوت 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 أبا عيون السود يا جماعة انتوا جربوها يعني كلوها هيك يعني عملوا سباق إذا كان عندكم أخوات نحن لايكن جربناها بس إنه بالكيك بس لا تجربوها مع واحد أكيل مثل ساد ما شاء الله حمودي بحبها لي الأكلة ما حمودي ما شاء الله شايفة هاي طرية والنتيجة كانت واحد تعادل ألما جابت المركز الأول بالجولة الأولى وأنا كمان معها الجولة الثانية حمودي كسبها وبس هيك كان فيديو اليوم إن شاء الله استمتعتوا وحبيتوه إذا عجبكم لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وأهم شيء سبسكرايب وباي وبوو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 و